بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الثالثة، كيف نقرأ النتائج أو فحوصات الليفر. احنا تكلمنا في المحاضرة الأولى البيلوروبين ميتابوليزم، ثم تكلمنا في المحاضرة الثانية على الليفر إنزيم. اليوم نشي نتفق على نظام، من خلال هذا النظام نستطيع ان احنا نقرا وظائف الكبد بسهوله. مجرد انك تشوف ارقام او فحوصات الكبد تستطيع انك تعمل تفسير لهذه النتائج بكل سهوله. فتعالوا نتكلم على هذا النظام. لكن قبل ما نتكلم على هذا النظام، اول نقطه مهمه جدا، ان احنا في ثلاث فحوصات رئيسيه لابد ان احنا نعملها عشان نقيم وظائف الكبد. الفحص الاول طبعا البيلوروبين، الفحص الثاني اللي هو الليفر انزيم، او الفحوصات الثانية الليفر انزيم، والثالث اللي هو الليفر فانكشن. في البيلوروبين لابد نشوف امرين، اللي هو توتال بيلوروبين والانكونجوجيتد. هذا نقطه مهمه جدا، حيث اني حد والكونجوجيتد ما يهمناش، لكن احنا حنتعرض له. النقطه الثانيه في الليفر انزيم، في معنى اربع انزيمات، معنى الاي ال تي، ومعنى الاي اس تي، ومعنى الالب، ومعنى الجي جي تي. في الليفر فانكشن معنى السيرم البيومين ومعنى البروثرومبين تايم. وهنا نقطة مهمة جدا، هنا الليفر فانكشن احنا عاوزين نعرف هل الليفر شغالة ولا الليفر ما عادش شغالة. لربما واحد يسألني يقول طيب البروثرومبين تايم ما هوش من وظائف الليفر، نقول له لا، الليفر بتروح بتطلع الفاكتورز اللي هم الأساسيين، بتطلع 2 وبتطلع 7 وبتطلع 9 وبتطلع 10. دول اساسا يحصل لهم الليفر تطلعهم وهي اللي تعمل لهم اكتيفيشن، فبالتالي لو حصل ديفكت في الليفر مش هتقدر تطلعهم، وبالتالي هيحصل مشكله في البروثرومبين تايم. فهو بالتالي بالتاكيد فحص تقييمي لما مدى عمليه الكبد شغاله او غير شغاله. طيب الان تعالوا نشوف النورمال رينج سريعا، نذكر بهم. التوتال بيلوروبين اتفقنا انه من 0.8 إلى 1 ملي جرام بير ديسيلتر، الانكونجيجيتد هو 0.8، وهذا منطقي. ليش منطقي؟ لأنه أساساً موجود في البلد. الـ ALT اتفقنا على النورمال رينج حقهم، الـ ALT up to 40، الـ AST up to 40، الـ ALB قلنا من 64 إلى 306، الـ GGT up to 55. بالنسبة للسيرم ألبيومين من 3.4 إلى 5.4 جرام بير ديسيلتر. بالنسبة للبروثرومبين تايم من 11 to 14 سكند، يعني معنا 11 إلى 14 ثانية. هذه الأشياء لو قرأناها تخيلوا بشكل صحيح ووضعنا نظام نستطيع أن احنا نقرأها بكل سهولة. فتعالوا نشوف هذا النظام اللي عاوزين نتبعه عشان نقرأ نتائجنا كلها بسهولة. أول أمر وإحنا نقرأ الليفر فانكشن، أول نقطة وأهم نقطة أن احنا نشوف التوتال بيلوروبين أول شيء. فالتوتال بيلوروبين لو كان زايد، احنا افترضنا هنا 6 ملي جرام بير ديسيلتر، نيجي نقول ان الحاله دي نسميها كده، نسميها هايبر بيلوروبينيميا. اذا الشخص عنده ذا اليفيتد في التوتال بيلوروبين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما دام عنده هايبر بيلوروبينيميا نروح نشوف على طول، ودي نقطه لا تنسوهاش خالص، الشخص ده يا عنده مشكله في البلر، يا عنده مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا عنده مشكله في البيلوري اوبستراكتيف ديزيز. فبالتالي ما دام عنده توتال بيلوروبين عالي، اذا الشخص ده يا عنده مشكله في البلد، يا مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا عنده مشكله في البيلوري اللي هي بيلوري اوبستراكتيف ديزيز. جميل، اذا اتفقنا اول شيء نشوف البيلوروبين، ومن خلال البيلوروبين مرتفع على طول نصدر حكمنا، الشخص هذا عنده احتمال من ثلاث احتمالات، يا عنده مشكله في البلد، يا مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا مشكله في البيلوري اوبستراكتيف ديزيز. جميل. طيب الخطوه الثانيه في النظام، الخطوه الثانيه ان احنا نروح نشوف الانكونجيجيتد، بس نشوف الانكونجيجيتد بيلوروبين. وهنا قاعده مهمه جدا، هل الانكونجيجيتد اكبر من 85% ولا اقل من 85%؟ نقطة مهمة، الأرقام ما تنفعناش هنا خالص، بل بالعكس الأرقام حتتوهنا تماما، احنا يهمنا هنا النسبة وليست رقم. إذا النقطة الثانية في نظام القراءة ان احنا نشوف الانكونجيجيتد، هل هو أكثر من 85% ولا أقل من 85%؟
طيب احنا اتفقنا ان التوتال بالاوروبين 6 ملغ بير ديسلتر، نفترض انه طلع 5 الانكونجيجيتد 5 ملغ بير ديسلتر، بالتاكيد 5 ملغ فروم 6 ملغ بالتاكيد هذا اكبر من 85%، فنسمي الحاله على طول نسميها انكونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا. اذا لا تنسوا هذه القاعده تماما، اول ما شفنا التوتال بالاوروبين عالي على طول حناخذ ديسيشن ان الشخص ده عنده اما عنده مشكله في البلد، مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، مشكله في البلري اوبستراكتيف ديزيز. على طول حننتقل الى الانكونجيجيتد. الانكونجيجيتد بالاوروبين حنشوف هل هو اكثر من 85% ولا اقل من 85%. افترض انه طلع 5 ملغ بير ديسلتر، بالتاكيد 5 ملغ هذه اكثر من 85% تمثل، فبالتالي نقول الحاله انكونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا. ما دام انكونجيجيتد ذا الشخص ذا احتمال عنده هيموليتيك انيميا، احتمال عنده بياخذ دراجز اللي هو ريفنبايسين، احتمال عنده نيجار سندروم او عنده جيلبرت سندروم، وفي حاجه الناس اللي بياخذوا او بيعملوا اشعه بالصبغه ممكن يزداد عندهم الانكونجيجيتد. هذه الحالات اللي هي للانكونجيجيتد. جميل. طيب نفترض انه طلع الانكونجيجيتد، وركزوا معي، طلع الانكونجيجيتد 3 ملغ بير ديسلتر، اذا 3 ملغ بير ديسلتر اقل من 85%، فنسمي الحاله هنا نسميها كونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا. هذه الرول وهي مفتاح قراءه نتائج الليفر. اذا هي تعتمد على نسبه الانكونجيجيتد، ما دام طلع ما دام هنا 3 ملغ بير ديسلتر فهذه اقل من 85%، فبالتالي نسمي الحاله كونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا. إذا كانت الحالة conjugated hyperbilirubinemia فالبيشنز ده عنده احتمال من احتمالين، يا عنده hepatocellular injury يا عنده pulmonary obstructive disease، ليس احتمال أو احتمالين ممكن يكونوا عنده. جميل. طيب تعالوا الآن نتكلم على unconjugated hyperbilirubinemia اللي قلنا فيها يكون unconjugated more than 85%. احنا اتفقنا انه الشخص ده عنده احتمال عنده هيموليتيك انيميا، يعني اي شخص عنده انكونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا يا يكون، وهذا طبعا الموست كومن، ان عنده هيموليتيك انيميا او بياخذ دراجز اللي هو ريفنبايسين اللي حنتكلم ايش بيعمل، او عنده نيجار سندروم او عنده الجيلبرت سندروم، او قلنا انه عمل صبغه بالاشعه. طيب الانكونجيجيتد هايبر بيلوروبينيميا اول امر هيموليتيك انيميا. الهيموليتيك انيميا عشان نتاكد ان عنده هيموليتيك انيميا على طول نروح نعمل له سي بي سي ونعمل له ريتكس. طلع السي بي سي في ديكريز في الهيموجلوبين والريتكس عالي، خلاص هذا عنده هيموليتيك انيميا. وبعدين نشوف اي نوع من انواع الهيموليتيك انيميا، ان شاء الله لو لنا عافيه وعمر باذن الله حنتقابل في البلد وحنتكلم كيف نميز بين الهيموليتيك انيميا. النقطه الثانيه اللي هي الريفنبايسين. الريفنبايسين وجدوا انه بيعمل قضيه ديكريز في الابتيك للكونجيجيتد فالانكونجيجيتد، فبالتالي الانكونجيجيتد حيزداد. النقطه الثالثه اللي هي ما نسميها بالنيجار سندروم، يسموها كريجلر نيجار سندروم، اللي اكتشفها عالم اسمه كريجلر نيجار وسموها باسمه اللي يقول عليها احنا نختصرها نقول عليها نيجار سندروم. هنا بيحصل جينيتك ديفكت بيؤدي الى غياب كامل للجلوكويرمايل ترانسفيريز. طبعا في منها تو تايبس، تايب الاول اللي بيحصل كومبليت ابسنس للجلوكويرمايل ترانسفيريز، هذا حينتج عن ايش؟ حينتج انه الانكونجيجيتد حيزداد، ما عاد فيش الانزيم اللي يحول الى كونجيجيتد، فبالتالي حيزداد الانكونجيجيتد. تخيلوا حيوصل الى مور ذان 20 ملغ بير ديسيلتر. وصوله الى مور ذان 20 ملغ بير ديسيلتر هذا حيؤدي الى جوندس، الى الانفانتس ده طبعا هي اساسا في الانفانتس، حيؤدي الى جوينتس جوندس. الجوندس ده حيحصل كومبليكيشن انه ممكن يؤدي الى كيرنكترس، وبالتالي تحصل الوفاة في خلال السنة الأولى. طبعا ده أساسا نيجار بالنسبة للإنفانت. النقطة المهمة الآن لو سألتكم في النيجار سندروم، الستول إيش وضعه؟ واليورين إيش وضعه؟ بالتأكيد أكيد لابد تجاوبوا، الستول بالتأكيد بيل، لأنه أساسا ما فيش الإنزيم اللي يتحول، ما فيش كونجيجيتد خالص، فبالتالي مش حيكون في ستيركوبرمجين خالص، فبالتالي الستول حيكون بيل. لو سألتكم اليورين إيش حيكون وضع اليورين؟ بالتاكيد الوضع اليورين نورمال، ما في اي مشكله في الـ في الـ في, الـ في اليورين، لكن ما فيش حيكون يوروبيلينوجين، اليوروبيلينوجين مش موجود خالص. ليش مش موجود؟ لانه ما في ستيركوبيلينوجين. ليش ما فيش ستيركوبيلينوجين؟ لان ما فيش كونجيجيشن تكون خالص.
النقطة التي بعدها الرابعة في الانكونجيجيتد اللي هي جيلبرت سيندروم. جيلبرت سيندروم دي عبارة بيحصل ديكريز في الجلوكوريونايل ترانسفيريز. فلو ما يحصل ديكريز الانكونجيجيتد بيزداد إلى أن يصبح مور ذان 3 ملي جرام بير ديسيلتر. هذه على فكرة نسميها بيناين، بمعنى أنه الشخص ما يشعرش بها خالص، ويسموها كذا، يسموها حتى بيناين. الجيلبرت سيندروم فيها نقطة مهمة جدا، يسموها انترميتنت. انترميتنت يعني بتجي متقطعة، ما هيش على طول، ولها علامتين. علامة انها تزداد مع الفاستنج وتزداد مع ستريس. ليش تزداد مع الفاستنج؟ لانه وجدوا انه الفاستنج بيقلل عملية الكليرنس اوف بلوروبين من البلد، فبيقلل الكليرنس للبلوروبين وبالتالي بيزداد الانكونجيجيت. طيب كيف بالنسبة لوضع الستول ووضع اليورين؟ بالتأكيد الستول لابد نعرف وضعه، أكيد حيكون بيل، لأنه أكيد في ديكريز في الإنزيم اللي بيعمل الكونجيجيتد فحيكون بيل. بالتأكيد كمان اليورين أكيد لونه نورمال، لكن حيكون ديكريز اليوروبيلينوجين لأنه ما فيش، أو الستيركوبيلينوجين قليل. النقطة المهمة في الدياجنوست حقها، وهذه نقطة مهمة، يسموها كذا، يسموها نيكوتينيك أسيد تيست، أو يسموها على طول النيكوتينيك أسيد تيست. عبارة عن إيش التيست ده؟ يروحوا يعطوا للبيشنتس، يعطوا له النيكوتينيك تيست ويروحوا يقيسوا بعد 3 ساعات. أعطوه النيكوتينيك تيست وقاسوا بعد 3 ساعات، يعني مثلا يقيسوه الآن قبل ما يعطوه النيكوتينيك تيست، فحيشوفوا مثلا لو طلع الانكونجيجيتد طلع 2 ملي جرام بير ديسيلتر، يروحوا يعطوه النيكوتينيك أسيد، لابد يرتفع 2 إلى 3 أضعاف. لو كان 2 حيكون 4 أو 6 ملي جرام بير ديسيلتر. طيب ايش اللي خلاه يرتفع؟ ايش اللي خلى الانكونجيجيتد يرتفع؟ لان النيكوتينيك اسيد بيزود الاوزماتيك فراجيليتي، فلما تزداد الاوزماتيك فراجيليتي حيحصل رابشر للار بي سيز، فلما يحصل رابشر للار بي سيز حيزداد الانكونجيجيتد، وبالتالي في ديفكت في الانزيم اللي بيعمل الكونجيجيشن، فحيحصل انكريز للتو اور ثري فولد، وبالتالي حيزداد من 2 إلى 3 أضعاف. النقطه الثالثه في الدايجنوستس يسموها الفينوباربيتول. يعطى البيشنت فينوباربيتول وذا عكس النيكوتينيك اسيد، هيحصل ديكريز في النورمال بلوروبين، هيحصل الى ان الانكونجيجيتد يرجع نورمال. ليش؟ للفينوباربيتول ده بيعمل انديوسنج للكونجيجيشن، بيزود الكونجيجيشن، فبالتالي حيرجع الانكونجيجيتد الى وضعه الطبيعي الى النورمال. طبعا الاشهر حقيقه هم بيستخدموا النيكوتينيك اسيد او النيكوتينيك تيست. طيب تعالوا للحالة هذه عشان بس نطمن كحالة بدائية، نطمن الأوضاع ماشية بشكل كويس. بيشنت عنده طلعت هذه النتائج، إن التوتال بلوروبين 2 ملي جرام بير ديسيلتر، والأنكونجيجيتد 1.8، والليفر إنزيم كلها طلعت زي ما أنتم شايفين، طلعت نورمال. تعالوا نتعلم بداية الخطوات والسكيم اللي قلنا عليها. أول شيء إحنا اتفقنا، لا تنسوا هاش قاعدة، أشوف التوتال بلوروبين عالي بالتأكيد، إذا أقول هذا عنده هايبر بلوروبينيميا. أول نقطة اتفقنا أنه ما دام عنده هايبر بلوروبينيميا، إذا الشخص ده عنده احتمال من 3 احتمالات، قد يكون عنده مشكلة في البلد، قد يكون عنده مشكلة في الهيباتوسيلولار انجري، قد يكون عنده مشكلة في البيري أوبستراكتيف ديزيز. جميل، على طول قلنا النقطة اللي بعدها نشوف الانكونجيجيتد. الانكونجيجيتد هنا واضح أنه أكثر من 85%، لأنه 1.8 من 2، فواضح أنه أكثر من 85%، فإذا نسمي الحالة نسميها انكونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. إذا على طول الحالة خلاص ثبتناها أنها انكونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. احتمال الكبير وهو الأكبر والموست كومن اللي هي عن عنده هيمونيتيك انيميا. ما دام عنده هيمونيتيك انيميا نروح قلنا نعمل سي بي سي ونعمل ريتكس، الهيموجلوبين واطي والريتكس عالي، خلاص دي هيموليتيك انيميا. لو ما طلعش، لو طلع عنده السي بي سي طبيعي والريتكس طبيعي، اذا ما عندوش هيموليتيك انيميا. اذا كان انفنت نفكر في النيجار سندروم، فبالتالي النيجار سندروم قلنا في الانفنت حيطلع الانكونجيجيتد مور ذان 20 ملي جرام بير ديسيلتر، طلع انه ما فيش عنده الانكونجيجيتد بهذا الكميه الكبيره. على طول نروح نفكر في جيلبرت سندروم. جيلبرت سندروم نروح نعمل له النيكوتينيك تيست. النيكوتينيك تيست زي ما قلنا حيطلع 2 الى 3 فولد، طلع لا ما فيش. اذا طلع ما فيش نقول اذا ما فيش معنا الا خيار الريفنبايسين. الريفنبايسين بيستخدم، بنساله بيستخدم الريفنبايسين او بيستخدمش، اذا بيستخدم حيكون هو المسؤول. اذا ما فيش ريفنبايسين ليس معنا الخيار الاخر انه الشخص ده عمل صبغه وعمل اشعه بالصبغه، فبالتالي حصل انها هي اللي رفعت الانكونجيجيتد.
هذا الجزء الأول في كيف نقرأ في النظام اللي نستطيع من خلاله نقرأ قضية الليفر تيست. إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم حنتعلم النظام تكملة هذا النظام. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.